السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. اليوم نحن وإياكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، أملنا أن ندرك ليلة القدر ونوفق لرضا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. مشاهدينا الكرام، موضوع هذه الحلقة سيكون عن معونة الناس في شهر رمضان بالكلمة والأموال والمواقف والابتسامة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة، علي رضا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي علي رضا؟ الحمد لله زين. مشاهدينا الكرام، طبعا لدينا مجموعة مكعبات، كل مكعب يحتوي على سؤال. علي رضا، المكعب الأول سؤاله: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ اسم الثلاثي علي رضا محمد حسن عبد الهادي، والعمر 11 سنة، والسكن كربلاء المقدسة. المكعب الثاني يوجه لك سؤاله: طموحك العلمي؟ بين أصير معلم، أعلم الناس أهل البيت، قصص أهل البيت. المكعب الثالث سؤاله: في أي مرحلة دراسية؟ خامس ابتدائي. المكعب الرابع يوجه لك سؤاله ويقول: شنو يعني لك شهر رمضان؟ معناته لي شهر الطاعة والعبادة وغفران الذنوب. خليك يا حبيبي علي رضا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. علي رضا، المكعب الخامس يحتوي على سؤال ويسألك: شلونك ويا صوم العبادات؟ أنا زين الحمد لله، وبالبداية أسبالي صعب، بس من دربت على الصوم والعبادة طلع سهل. المكعب السادس سؤاله يسألك: شنو رأيك باللي يتعصب لأن هو صايم وما يبتسم بوجه الناس؟ يعني المؤمن دائما لازم يكون مبتسم. أكو حديث من أهل البيت مضمونة: ابتسامك في وجه أخيك صدقة. المكعب السابع سؤاله يوجه إليك ويقول: شنو رأيك باللي يساعد الناس بالكلمة الطيبة والابتسامة والمواقف الطيبة في شهر رمضان؟ وإنسان ذو أخلاق عالية ويتصف بأخلاق أهل البيت والمتعلمين من أم وأبو، من الأم من الوالد. المكعب الثامن سؤاله: شنو من الأعمال اللي تسويها في شهر رمضان تحب تقدمها للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ أول شيء بر الوالدين، ثانيا أعطي هدية للفقراء باسم الإمام المهدي، والثالثة بأن أحاول أن أكون ذو أخلاق عظيمة وأساعد الفقراء. شكراً حبيبي علي رضا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة حبينا نهديكم هدية، وهو حديث من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: الصوم جنة من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا مكعبات رمضانية. في أمان الله.